التسبيح لله عز وجل هو تنزيهه عما لا يليق به. وقد جاءت صيغ التسبيح في كتاب الله عز وجل متعددة، منها بصيغة الماضي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ومنها بصيغة المضارع الذي يفيد الحاضر والاستقبال سبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، ومنها ما جاء بصيغة المصدر وهو قول سبحان، كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. والمصدر كما سيأتي معنا في شرح الأجرمية بإذن الله تعالى من أنواعه أنه يفيد التوكيد